بعد المرات ما كنعرفوش القيمة الحاجة حتى كنفقدوها. علي بنات شاب زاد نهار 28 نوفمبر 1985، رجل أعمال أسترالي من أصول فلسطينية. امتلك علي شركات في عدة مجالات في أستراليا، الشيء اللي خلاه يعيش حياة متلفة. امتلك مجوهرات، ملابس، ساعات، سيارة بماركات عالمية. 2015 كانت سنة اللي انقلبت فيها حياته وخلته عاد النظر في بزاف الحوايج. على this point of my life والله يعني I've been gifted يعني الحمد لله by Allah with يعني cancer throughout my body and يعني I've changed my whole life to sort of helping people. من اللي عرف علي بأنه لا سبيل للعلاج خلى كل أعماله غير أولويات ديال حياته بمساعدة الفقراء والمساكين. بعد ما كان برحلة في إفريقيا قام بجمعية خيرية سماها مسلمون حول العالم، Muslims Around the World. دار عدة مشاريع اللي غتكون صدقة جارية ينتفع بها في الآخر. Cars, got rid of my watches, even my clothes. I took them with me overseas and I gave them to a lot of people up there. And I was just thinking to myself, you know, after you go, there's nothing. There's no one there for you. No mother, no father, no brother, no sister, except for your deeds. And yeah, I've changed my whole life to sort of helping people. قال علي أنه كان غافل على الدنيا وأن كل الرفاهية اللي عاشها لا تساوي شيء قدام ابتسامة الطفل، واللحظات اللي قضاها في إفريقيا هي أسعد لحظات في حياته. السعادة ما كتشراش بالفلوس وما يمكنش تعود بأي وسيلة أخرى. فادت روح علي إلى باليها. مات علي بعد صراع طويل مع المرض، رحل ونحن لا نعلم إن كان المرض هدية من عند الله لعلي أم أن علي هو الهدية الذي منحها الله للفقراء المسلمين.